أخبار اليوم. أنا بعمل شخصية البورس. والله شخصية البورس أنا عملتها في فيلم دكان شحاتة، وبعتبرها تيمة حظ يعني ليا، لأن هي أول شخصية الناس عرفتني بيها، فكان يناسب أحداث الفيلم إن يبقى البطل هو البورس، فعشان كده اخترت أعمله بالشخصية. طب ليه دايما بقت أكتر الأفلام فيها جو الحارة الشعبية والناس البسيطة قوي، ما بقاش فيه أفلام زي زمان الطبقة المتوسطة أو الطبقة الغنية؟ عشان الحارة محور اهتمام في المجتمع دلوقتي، زمان ما كانتش كده قوي، لكن دلوقتي معرفش، بعتقد انه يعني العشوائيات والحتت دي يعني محور اهتمام. انت اشتغلت مع خالد يوسف قبل كده، فهل ده افادك في تدريبك الجوهريه؟ مثلت معاه دكان شحاته وساعدته في دكان شحاته، ومثلت معاه كلمني شكرا، وساعدته في كف القمر، وساعدته في الرئيس عمر حرب، وتعلمت منه كتير، واستاذي. الفيلم ده بيعتبر بينتمي اكتر للسينما المستقله ولا السينما التجاريه؟ السينما التجاريه طبعا. طيب دايما في رقص كل فيلم دلوقتي بقت موجوده، لما يبقى مشهد في فرح شعبي هيبقى فيه رقصة ولا مش هيبقى فيه رقصة؟ لما يبقى مشهد في كباريه هيبقى فيه رقصة ولا مش فيه رقصة؟ يعني لما تروحي تصوري في مستشفى هتلاقي دكتور وممرضين ولا لا؟ طبيعي. بحب الاثنين، والاثنين بالنسبة لي متعة كبيرة. طب انت لازم تمثل في كل فيلم تخرجه؟ اكيد لا، مش شرط. لا، لما بمثل ما بعلقش على الاخراج، ما بتدخلش فيه خالص. مظبوط، في عفاريت محرز مع اسد في الادكار. مظبوط، جدا جدا، كنت مبسوط بيها وحبيبها وحابب شكلي و... الحمد لله عجب الناس، والناس انا بقيس على رد الفعل اللي بيقابلني. الناس بتقابلني في الشارع تكلمني على عفاريت محرز، فببقى شايف انه اوكي الناس عاجبها، بس ما اقدرش اجمع على راي الناس كله. يعني احنا بقى بقالي فتره جايه بتمنى ان اقدر اعمل افلام تانية كمخرج وكممثل وكل حاجه. طب شايف كفنان بقى وكمخرج، شايف حرب اكتوبر اللي هو الفيلم بتاع الايام دي اتعمل فيلم ليه؟ سبعينات بقى دلوقتي لا، بس يعني هاي بادجت وكده لا، لسه طبعا لسه ما اتعملش.